مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع بإذن الله. نتوقع أن يوم الأحد يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن يومي الاثنين والثلاثاء بإذن الله ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي تسقط زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا في أماكن متفرقة من المملكة، لكن الأربعاء والخميس والجمعة تستقر الأجواء مرة أخرى. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض سويا أيام الأسبوع يوما بعد يوم. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق الشمالية 29 العظمى والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 27-19، المرتفعات الجنوبية 24-17، الأغوار البحر الميت 35-26 درجة مئوية، وأجواء حارة نسبيا أيضا في الأغوار والعقبة والبحر الميت، العقبة 35-26، البادية الجنوبية الشرقية 32-20، وأيضا البادية الشرقية 32-18 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله بتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة الغيوم الركامية والركام المزني، وبالتالي يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، تصبح الأجواء غائمة جزئيا، تسقط زخات رعدية من المطر، تبدأ إن شاء الله في فترة الظهر وما بعد الظهر، تشتد في المساء وليلة الاثنين على الثلاثاء، وبتسقط زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا. العظمى في المناطق الشمالية 27 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 25-17، المرتفعات الجنوبية 24-14، الأغوار البحر الميت 34-23 درجة مئوية، والعقبة 33-24، والبادية الجنوبية الشرقية 30-19، مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في أماكن مختلفة من المملكة أيضا، والبادية الشرقية 30-19 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في أجزاء كثيرة من المملكة، وبالتالي المنطقة ممكن الجنوبية والوسطى، لكن أكثر شدة راح تكون في المناطق الشمالية وأيضا الشرقية، وأيضا راح يكون البرق والرعد بشكل واضح في المناطق الشمالية وأكثر شدة من المناطق الوسطى. إذن أمطار زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد صباح يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الثلاثاء وما بعد الظهر بقليل. المناطق الشمالية العظمى 25 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 23-15، المرتفعات الجنوبية 20-12، الأغوار 32-22 درجة مئوية، والعقبة 31-22، البادية الجنوبية الشرقية 27-16، والبادية الشرقية 27-15 درجة مئوية. يوم الأربعاء تستقر الأجواء إن شاء الله، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، خريفية معتدلة نهارا، خريفية لطيفة ليلا، تميل إلى البرودة قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى في المناطق الشمالية 27 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 24-17، المرتفعات الجنوبية 21-13، الأغوار البحر الميت 32-22، وخليج العقبة 32-23، البادية الجنوبية الشرقية 25-17، والبادية الشرقية 28-19 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء معتدلة نهارا، خريفية معتدلة نهارا، خريفية لطيفة ليلا. العظمى في المناطق الشمالية 29 والصغرى 20، المرتفعات الوسطى 25-17، والمرتفعات الجنوبية 21-14،
والأغوار البحر الميت 32 إلى 22، وخليج العقبة 32 إلى 23، البادية الجنوبية الشرقية 26 إلى 16، والبادية الشرقية 31 إلى 20 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء بشكل عام ما بين لطيفة إلى معتدلة نهارا، لطيفة ليلا، تميل إلى البرودة في الليل وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 27 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 24-15، المرتفعات الجنوبية 20-13، الأغوار والبحر الميت 32-22، خليج العقبة 32-22، والبادية الجنوبية الشرقية 26-13، والبادية الشرقية 31-15 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.